عليكم. أنا أحمد عبد الرؤوف، عندي 20 سنة، عشت في مصر لغاية سن 18 سنة، وبعدها سافرت عشان الجامعة. ولما وصلت الجامعة بدأت ألعب كرة فلات مع فرقة الجامعة، وبعد أول موسم الكوتش قال لي إن هو عايز ألعب معاه في نادي صلاط يعني، وبلعب مع النادي دلوقتي، نادي ساندرلاند في إنجلترا. ودي خلصت أول موسم، أو موسم قرب يخلص يعني، لعبت شوية ماتشات وعايز ألعب مع منتخب مصر يعني، هو ده حلمي إن شاء الله بإذن الله هوصل له يعني. وشكرا.